العناوين موجودة في الخطاب، بمعنى آخر خطاب الرئيس بالأمس كان مستفيضة لكل النقاط الواردة في الخطاب، خاصة فيما يتعلق ببرنامج العمل. اليوم عمليا بدأ المؤتمر جدية أعماله، بدأ بإقرار جدول الأعمال والحمد لله، وأيضا تم الدعوة لتشكيل لجنة الانتخابات، تقدم لها عدد من الأخوة، سينتخبون 15 عضوا من هذه اللجنة، لجنة الانتخابات واللجنة القانونية معا. وأيضا تمت الدعوة لتشكيل اللجان العاملة للمؤتمر، وهي 15 لجنة، أضيفت لجنة غزة ولجان أخرى، من أجل أن تناقش هذه اللجان مجمل الأوراق والتقارير المقدمة للمؤتمر السابع. المعضلات كبيرة وكثيرة أمام الاقتصاد الفلسطيني، ولأول مرة يستمع مؤتمر فتح إلى التقرير المالي. التقرير المالي بالغ الأهمية لأنه عرض ميزانية الحركة وموازنات المفوضيات والشح المالي الذي تتعرض له الحركة. والآن الأخ صائب عرقات يقدم تقرير الوضع السياسي أو الحال السياسي الذي تواجهه القضية الفلسطينية الشعبية السلمية، التي دعا الرئيس إلى تطوير مختلف فعالياتها لكي يضعوا في جدول واضح المعالم لمواجهة أعباء. لا، المؤتمر غير معني، يعني أنت